FM. الكلمة ليك. بالنسبة للمشاريع الحقيقة عندنا برشا مشاريع. احنا لأن الجمعية طوام هي عضو في شبكتين عالميتين للمسرح المدرسي. واحدة في المقر نتاعها في فرنسا والثانية المقر نتاعها في بلجيكا، اللي هي مجموعة من الجمعيات الأوروبية المتفتحة على الجمعيات الناشطة، وبكلها تصب في المسرح، سواء المسرح المدرسي أو المسرح الشبابي. الزوز الشبكات هذوما أنت مطالب كجمعية أنك تشارك في الخارج وتستقبل وتستضيف في نفس الوقت. المشكل الأساسي قبل ما يكون المادي هو أولاً لأنه السلطات اللي موجودة في تونس جاوبنا ساعة للمراسلات نتاعنا، لأنه عنا مشكلية كبيرة مشكلية في الإدارة نتاعنا. تقدم مطلب قبل بشهر قبل بشهرين، وفي وقت أنه الملف كله يضيع في وزارة. الكلمة ليك.